تقتل 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 مية مية تقتل. مو علي ايش بيت منش ده شوف سياره سياره هنا سياره هنا عرضيها بالجروب ويمكن اموت وما اصعد هاي السياره. ليش بيش هي 6 شدات هي. اقول لك يعني ايش قد يرات فوق سيارتنا فوق سيارتنا اي فوق سيارتنا عمت حمودي خطومه وحده من كلياتي وانتي فوقاهن يلا نتساوى. اي عيني وابوك الحج نسيته؟ لا نعوز اذا ابوي ذاهن. كل صوتك انت وكل من وراك انت. لو مخليني بوقتها اتوظف ما كان هسه اخذ سلفه ونشتري هاي السياره. ويلي رب اشتغل النقع علي اشتغل خلنا نروح يم الجماعه. يا جماعه ايش عندك؟ ابو حبشكه ناصب جهاز فوق السطح ما ادري ايش يسوي بي وقال تعالوا لي حتى تساعدوني خلنا نروح. بس تريد تطلع من ورا النق مالك. اي ها هي سي ماما خليها صورت وانت قاعد تلفين دومه. ليش ماما؟ مو ذاك اليوم خذت دومه المدرسه وصديقاتي قالن كلش طيبه وما تسويها. اي طبعا اني دولمتي تخبل ما يعلى عليها تدللين انتي وصاحباتك. بس اقولك فطومه تصورين بس ايدي من اشتغل ما تطلعين وجهي. تمام يلا ما يخالف. هسه ماما انا حفظت الفيديو بتليفونك. اي خوش يلا انا راح اخليه على النار. هاي شنو هاي شبيه شنو الصوت هذا؟ ماما قولي شي بس ما تزعلين. شنو؟ الفيديو نزل على انستغرام مالتك. شو بلطيني؟ سويتي يا هذا بالالف لايك جاب. ماما والله ما ادري. انا كيفك دفة على عفية دفة هاي فوائد دفة ليش يلعب حديد على مود هاي الشغلة ايه على مودها. ابو حبشكن شكو ابو سيدك بس لا تريد تقصف القمر. شوف العقلية شوف العقلية شوف فضل شنو اقصف القمر بابا ما اقصف القمر ليش اقصف القمر لعدل من الناس ما هم وجه على السماء. بابا ما هم وجه هذا يسمونه تلسكوب اسمه تلسكوب. اقول لك ام حبشكن وهذا كلك ثوب شنو فائدته؟ بابا شنو كلك ثوب تفضل استلم هالاستفاده تفضل يقول لي ثوب هو ثوب ثوب تلسكوب عجيب اي قوه دبر شنو ها؟ يابا هذا ننظر بيه للسماء وخر واخر خلينا نشوف السماء والكواكب هناك ضع نكتشف بيه اشياء جديده. انا عندي طاروخ اي اذا تريدون حتى اجيبه خل نروح ويا لعب يلا. وشنو انت ايش تعيده؟ يا سعيد لا تخسرنا كراوي عنده صاروخ خل ياخذنا بدربه. بابا ابو حمودي لا تدخلنا معمع ارجوك. شنو صاروخ؟ حتى اذا عندنا صاروخ ونطير بيه وما يخلص البنزين هم يراد لنا 70 سنة ضوئيه. وشنو المشكله؟ نعتبر نفسنا طالعين سفره اسبوع زمان. شي واحد اي انت بس ايد شغلتك بس تايد. شي واحد ندمان عليه بحياتي؟ شنو؟ انه انا العبقري اولد في حي العطلات؟ مستحيل. بابا شنو السفره شنو بطيخ انت ايش بتحكي؟ احنا رادنا اقل شيء 750 سنة يلا نوصل. يا الله هذا القرد شنو قباله؟ ما ادري. وخر يا اخي وخر مو جاي احكي وياك. شوف الثمانية مكيسة على الشمس نفس البليات والله شوفه الغباء هذا دنق على الصالون صح دنق انت يابا سجلوا عندكم راح يطلع مي لك شنو مي هذه لحظة تاريخية كبيرة جدا اكتشاف كوكب جديد كوكب حبشكن عند راضي القمر يابا شنو فايدة حبشكن كوكبك اذا نباوع عليه بس بهذا المطل ظهورنا محلي ونباوع شنو فايدة استغفر الله اشق هدومي لا 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 امل شعري تحمل اقتل روحي تحمل بابا هذا اكتشاف خطير هناك ثقب دودي
علينا أن نجد منفذ الإدخال إليه. حضروا نفسكم. يلا أروح أجيب أمرأ وخير. شو تسوي به؟ خيط الثقوب. لا استلم شنو الذكاء هذا؟ شلون ويا كامل الدباغ يفضها؟ الله يساعدك أبو حمودي. أبو حمودي تتذكر اليوم الظهر ايش حكينا؟ من حكينا على السيارة هاي اللي عجبتك وتريد تصعد بيها. يا سيارة هاي ايش بيك؟ من قلت لك اني همينا لو كان عندي راتب ما كان حققنا كل أحلامنا وأهدافنا. يا أحلام معقولة ما تتذكر شنو السالفة؟ بس المهم احكي لي وين تردين توصلين؟ طقيهم على السريع. شوف اقول لك انا حالي حال العالم، هم عندي اهداف واحلام وشغلات هواي اريد احققها. اي واني ان شاء الله لقيت الطريقه اللي احقق بها كل احلامي واهدافي. يا اهداف عيني يونس محمود يا اهداف. ها شفت؟ ظل بهاي سوالفك، ما تاخذ كلامي بجديات. لا والله دا اسمعه بجديات، بس احكي لي بسرعه انت، يا شغله تردين توصلي لها؟ شوف اليوم من كنت اسوي جدر الدولمه اجتي بنتك فطومه خطيه قاعده تصور لي فيديو وبلا ما تدري نزلته على هذا اسمه انستا ما ادري شنو. ما اقول لك ما شاء الله نزلت اللايكات ونص الدنيا شافت هذا الفيديو. ايه فقلت ان شاء الله ان شاء الله اذا رضيت انت وان شاء الله ترضى أدي يعني أحاول أحقق طموحي بهذا الموضوع، أصور فيديوهات مال طبخ وأنزلهن على هاي الفيس والأنستا يعني أنت شلون؟ شلون يعني شو تسوين؟ تجمعين اللايكات وصحين أبو العتيق تعال 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 عندي قنية لايكات يخبلن مو؟ لا يعني شلون؟ لا دقة أنت ما تخليني أفهمك، شوف مو أصور أني هاي الفيديوهات مال الطبخ رح يجوني معلنين وكل اعلان ينزل على الفيديو مالتي مال الطبخ احصل عليه فلوس واحقق اهدافي. يا باي انتوا والله تفتهمون صدق. اي والله صح ان شاء الله رضيت. على شنو؟ بس بيني وبينك لا تطبخي لهم مرقه شجر، ترى يطردوك انت وقناتك واعلاناتك يسوي لك ديليت. ماما إذا احنا عندنا المقلوبة والكوبا والبريان اشتردي بعد نزل ما اريد بعد هاي الشغلات ما اريدها. ليش؟ مو قل التفاعل واللايكات قلت يا بنتي ما اريد. يعني مثل شنو تريدين؟ ها اني اقول لك يعني شوفي لا اريد لا معجنات ولا طبخ زين نروح نحول على المكياج اوكي؟ بس ماما شو تسوين بيه؟ هاش بيج غير على مدى مكيجيج. بس ماما أنا بعدني صغيرة. هم صدق صغيرة. أقولش فطومة قومي جيبي المكياج وأنا بعدين أراويج. أنا مكيج نفسي شنو يعني؟ متابعيني الأعزاء كثير منكم طلبوا مني ان اظهر بالبث المباشر واني اخلي مكياج لان يقولون على مكياجي حلو. فحاليا انا كملت من الاساس هاي الباودر. اجا حاليا دور الحمرة هاي نلزمها بهالطريقة القلم مال الحمرة نبدي وهاي صارت حمراء عادية. يا رب سترت هسمشي مثل العالم ماشي ماشي شبيش دب 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 غير مستعجلة هاك الزم هاي القائمة هسه تروح للسوق وتجيب ليها كلها ان شاء الله. زين يا الله كاميرا عدد واحد شمسية عدد واحد وي بروجيكتر مايك فلتر كارت صوت شنو ذني؟ اوه مالك علاقة انت بس روح جيبهن وتعال عافية لا تتدخل بشغلي. والله ما اتحرك من مكان اذا ما تقولي لي ذني شنو؟ تخاف تريد تبنين مفاعل مثل ابو حبشكل فوق السطح.
شبيك انت يا مفاعل؟ احنا مو عندنا مخزن جوا. اي اريد اسوي استوديو صغير يعني على قد شغلي وتصويري. وتغنين بوحدك انا وياك؟ اي ما حتى نسوي ديتو مثل ما يوحي. تعجيل يمين ابو حمودي الحق قوم قوم البيت احترق قوم طفايه طفايه قوم طفايه وين طفايه اصدقائي مثل ما شفتوا سويت مقلب بزوجي ابو حمودي لا تنسون اللايك والشير فديتكم باي سويتش ايه كل الزين هسه كيو ام حمودي اعزائي المتابعين اكيد انتو دا تشوفون دموعي وعيوني الحمراء تدرون ليش لين البزونة ماتي ماتت بليز ارجوكم سوولي شير ولايكات حتى اراويكم مراسم دفنتها هاي مين هاي البزون مالك علاقة عفية ابو حمودي احنا المشاهير لازم نكذب لان هاي حياتنا المملة صارت بحلوة لازم نراوي للعالم انه احنا عايشين حياة حلوة كلها حركات اكشن هذا الحكي كله ما يصرف لي البزونة منين جبتيها الا تريد اقول لك دزيت حمودي راس الشارع وصفقها بطابوقه هلا بلغة المشاهير صفقها حبايبي انتو تحديتوني ان ازين شوار بزوجي ابو حمودي واني قبلت التحدي وهسا تشوفوني بعينكم شنو هاي ماكينة جاي تسوي مالك علاقة مالك علاقة تجيب شلون مالي علاقة زينين شواربي مالي علاقة هاي سويت انت خربت التصوير كله احترق ابو التصوير لا ابو الموبايل لا ابو الصناعة بعد ترى انت سود انت رسمي مرحبا اعزائي المتابعين طبعا اليوم اتخذت قرار جدا جريء بالنسبة إلي بس ليش؟ لخاطركم ولعيونكم انتو يا متابعيني الأعزاء اليوم قررت أن أخلع حجابي أمامكم ايش ده تسوين؟ ايش ده تسوين؟ هاي شبيك؟ خربت البث المباشر انت اللي خربت حياتنا سويتيها جهنم انت مو قلت لي تدعم طموحي ادعم طموحك ايه بس مو معناتها تجيبين كم زعطوط يشجعونك وتخربين حياتنا فهمتي انت اصلا مو محمودي الاوليه انت تغيرتي غير وحده ايه اطلع اطلع على حقيقتك انت ما تخليني براحتي انت عدو الحريه انا مو عدو الحريه اللي يمشي ورا رغبات الناس وينفذ ما يردون الناس هذا مو حر ليش هذا عبد للناس عبد للناس ابو حمودي انا اسفه ان شاء الله راح ارجع مثل قبل ما شي عندي بالدنيا غيرك اهم شي رضاتك